جيب المويه، جيب المويه، هات المويه. الزميلة مهيرة وبعد وعكة أصابتها خلال تقديمها برنامجها اليومي توجهت إلى عيادة الدكتورة هيلينا تايلر لمعرفة السبب. وعادة أنت ما بتدوخي؟ لا والله شكلك يمكن تكوني حامل مهيرة، عملتي شي تحليل حمل؟ لا. ألف مبروك مهيرة، شكلك حامل. هذا الصغير هيدا هو البيبي؟ دكتورة أنا حامل بأي شهر؟ مهيرة ما تحسبي بالشهور، احسبي يوم بالأسابيع، الأسابيع هو مر أدق أكثر من الشهور. مدة الحمل 40 أسبوع وأنت هلا بالأسبوع السابع. وهي دقات القلب لازم تكون بين ال 110 لل 160، وأنت دقات عدد دقات قلب البيبي بين ال 120 لل 130، وهذا البيرفكت. دكتورة الأعراض الدوخة والغثيان رح تكمل معايا خلال الحمل؟ الأعراض في شيء رح يكمل معك، في شيء رح يزيد، في شيء رح ينقص، هلا بشكل عام رح تحسي حالك بالحمل، رح تحسي حالك تعبانة، نعسانة، عندك شوية مود سوينجز بدون سبب هذا الشيء هيدا، رح تحسي حالك عندك دوخة، بس بدك ترتاحي تريحي راسك، أحيانا في ناس بيصير عندهم نوز بليد يعني بينزل دم من أنفهم، في بيحاول بحسوا حالهم مشوبين، وجع البطن، وجع الظهر، هيك الأشياء طبيعية. شو الأكل اللي لازم أركز عليه؟ يعني جنك فود حاولي تبعدي عنه، الأفضل الحامل تبعدي عن أي شيء ما أنه مطبوخ، يعني إن كان السوشي ولا اللحم النية ولا الكبة النية، هاي بليز لا ما تاخذيها. كل الكولد كات يو كان إيت إت، بس هاي بروسيس ميت، فأولسو إتس ما فيها نيوتريشنز، فالأفضل تاكلي اللحم اللي أنتي طابختيها. الخضرة فيك تاكلي أي نوع خضرة تكون مطبوخة، إذا بدك تاكلي سلطة بليز ميك شور إتس واشد بروبرلي. حاولي تنوعي السمك، فمرة كلي سالمون، مرة كلي همور، إذا فيك تاخذي حليب كل يوم كاسة حليب ما بيأثر إن كان فول فات ولا لو فات، تاكلي بيضة إذا فيكي أو يوم آي يوم لا. عندي ليك هدية. أنت حامل؟